والسلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بصحه جيده ان شاء الله كيف ما عودتكم. اليوم عندنا جديد، اليوم غنديروا الملوي، ولكن الملوي بواحد الطريقه كتجي رائع. هو الملوي بالزيتون والزعتر. هنا عندي طحين ديال الفاس وطحين ديال الفاس والفورس، عندي الزيتون ها هو المهم الزيتون كاين داك اللي كيتباع مقرط، وكاين هاد الزيتون هذا. انا كنصوبو يعني زيتون عادي، كنديرو في لاشوار كنطحنو، ولكن ما كنطحنوش بزاف يعني كنخليه شويه كروكي يعني كيتنضغ. انا ما كنبغيش هذاك اللي مقرد دوا دوا لانه كيتقب ليا العجينه. هذا لا، هذا يجي تسرح فيها كيجي زوين. وعندي الزعتر. هنا بالنسبه للزعتر انا شديتو، انا هذا دائما كنصوب على هذا الزعتر، هذا كنديروه مع الحسوه ولا مع المهم مع الحسوه، كي هو الاغلبيه كديروا مع الحسوه، ولا شي نهضراتك مسناتك ولا شي حاجه كديري واحد المعلقه فمك كتشربها مع كاس الماء، كيجي احسن من هذاك اللي الوراق. يعني كنشد انا هذاك الوراق كننقيه كنحمره شويه فوق البوطه وكنطحنو بحال اللي كطحن البزار ولا كطحن شي حاجه في مونيليكس، كنطحنو وكيعطيه ليا هكذا بودر بحال هكذا. هو اللي غنستعمل ان شاء الله اليوم. بالنسبه كما قلت لكم عندي الفورس الفينو، يعني طحين سبيسيال مع الفورس، وغادي نضيف عليهم شويه الملحه شويه الملحه، وغنضيف عليهم خماره وحده خماره وحده. صافي، وغادي نعجن العجينه بالمدافي، عجينه سهله بزاف ماشي بالسمن، غادي نعجنها بالمدافي بالطريقه هادي. العجينه ديالي صافي، نعجنها ونرجع لكم البنات الطريقه الثانيه ان شاء الله. البنات العجينه شويه شويه خفيفه، خفيفه ونخليوها شويه تراجع بحال هكذا، عاد نحاولوا ندلكوها مزيان. العجينه ديال بسمن كتبغي تكون شويه مدلوكه. ونرجع لكم البنات. دابا البنات هانتوما كما كتشوفوا هي العجينه رخات ليا. دابا غنديرها كريسات صغيورين وغنديرهم على واحد الصينيه، غندهنها بشويه د الزيت كيف العاده صافي، وغنبدا ناخد نديرهم غير انا بنصوبهم غير صغيورين بهاد القد هذا صافي. وغنصوب كريسات صغار يعني مليويات ديالي، بغيت يكونوا صغيورين ميكونوش كبار بزاف، يعني مويان ميكونوش صغار وميكونوش كبار صافي. ونستمر بهاد الطريقة هادي حتى نكمل الكمية اللي عندي بهاد الطريقة، نكمل الكمية اللي عندي ونرجع ليكم البنات. دابا البنات كما كتشوفو هنا عندي شوية ديال الزبدة مانكارير ولا الحيوانية ولا اللي بغيتو. أنا إما كنستعمل لابريري، ولا أنا دابا لابريري هي هادشي لي بقا ليا فيها هي تقادات، ولا كنستعمل لدة. هاد اللدة هادي تا هي كنستعملها مادام أنا باقا عندي الزبدة، يعني مكاينلاش نحل هادي. إذا غنكمل بالزبدة، عندي هنا الزيت، عندي شوية ديال الفينو هاهو، شوية ديال الفينو تا هو غنخدم بيه، عندي الزيت، عندي الزعتر كما قلت لكم والزيتون، ونبداو على بركة الله صافي. وغنبدا نصوب الملوية ديالي بطريقة عادية، هانتوما هي شوفو، نحاول أنني نغلق العجينة مزيان بهاد الطريقة. غادي ناخد شي حاجة نديرها تحت صافي، تغطيتها ودابا نبدا نكرس السمن ديالي. انا دابا ملي كرستو غادي ندير ليه شويه الزبده بحال هكذا، غناخد شويه من داك الزعتر شويه من الزعتر هكذا، وناخد هذاك الزيتون ونحاول انا ندير غير شويه هكذا، متكثروش عباد بزاف، غير هذاك لوغو ديالها كيجي رائع صافي. وشويه ديال الفين بهذه الطريقه صافي، ونثني على جوج بحال هكذا كما كتشوفوا، شويه ديال الزبده هنايا شويه ديال الفينو صافي، ونبدا نلوي.
ونحطهم على جنب يتراجعوا شويه. نعمل لكم وحده اخرى، نديروا زويته شويه كتروش صافي. نبدا نرجع العجينه ديالي، شوفوا العجينه كي طايعه معايا، العجينه زوينه. ديما العجينه ديال التسمن حاولوا انكم تعجنوها شويه خفيفه، وحاولوا انكم تبلكوها. ملي عجنتها العجانه ماشي مشكل، نديروا نزيد مدات الزبده، ندير شويه الزعفران، شويه الزبده بحال هكذا، شويه ديال الفينو و شويه ديال الزيتون. نحاول انني نبسط بهاد الطريقة ونثني بحال هكدا، ندير شوية الزبدة هنايا كيما قلتلكم البنات بحال هكدا، شوية الفينو وندلوي العجينة ديالي ونستعمل بهاد الطريقة هادي حتى نكملو إن شاء الله ونرجع لكم البنات. دابا البنات هانتوما هيا غنوريكم، ها هما السمنات، هما دابا غنبدا نطيب فيهم، غنوريكم كيفاش كنردو بحال هكدا. بالنسبة ليا هادو ها هما هيا، هادو غناخدو حيلة منهم بهاد الطريقة بحال هكدا، وكنحاول أنني نجمعهم بهاد الطريقة باش تعطيني السمنة مليوية صغيرة. هانتوما هيا البنات شوفو، ها هي نحاول هاد الشي بهنا صافي، وكنلوي بهاد الطريقة هادي. هايما المليبيات ديالنا واجدين، دابا غنبداو نطيبو فيهم ان شاء الله باذن الله. هانتومايا شوفو، هانتومايا هما المليبيات، كنجمع هاد القنت مع هاد القنت. هانتومايا لاحظو هادي هي المليبية، كنشد هاد القنت مع هاد القنت و كنبسطها بهاد الطريقة هادي. هانتومايا راها ساهلة بزاف بزاف، هنايا فجاتي وحيدة صغيورة هاهي صافي. وهو السمن ديالي دابا غنشطع في الطياب ديالو ونرجع لكم البنات باش تسخن ليا المقله ان شاء الله. دابا البنات غنبداو نطيبو السمن، هانتوما كما غتلاحظوا غنوريكم يعني ساهل. شوفوا ما تورقوش بزاف لان اصلا هويا يعني اصلا مورق من ديبار، فهمتوني هكذا باش يجي شويه مطعم. هانتوما انا هنا غادي ندير بزاف ديال السمنات، هاتانيا نتوما البنات راه غير كيتبعك، هاتانيا ندير شويه من الرز، شويه د الزيت اللولة. هانتوما مبينش ليكم هي هاديك اللولة لي درت، نحاول أنني نبدلها ونبقى غادا تنستعمل غادي تنكمل. هانتوما أنها باينة ليكم، درت شوية هكدا فيديو لأنه يعني كيفاش نوريكم كندير التالتة بحال هكدا ونستعمل بهاد الطريقة صافي. غير هكدا شوية صافي بهاد الطريقة، وندير شوية زيت صافي، ونقلب ونطيب فيه كل مرة نزيد شوية الزيت بحال هكدا صافي. ونبدا نطيب البنات بهاد الطريقة هادي. هانتوما كيما كتشوفو كنطيب فيه بشوية بشوية، تنكملو بإذن الله ونرجع ليكم البنات من يكمل الطياب بإذن الله. نزيد انا نفتح معايا لان يمكن ندير ربعه،
يخبز باش كيجي من فوق كيجي زوين 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 بزاف. هانتوما هادو طيبتهم ديجا، هانتوما شوفو الشكل ديالو كي كيجي، كيجي رائع. والمذاق ما نقولش لكم، اصلا الزيتون قلنا كنحماقو على الزيتون، يعني هادي هادي سميتو، ولكن المزيج ديال الزيتون مع هداك مع السو مع باردون السودانية سمحوا لي مع الزعتر كيجي روعة روعة. وهكذا كل مره غنعطيكم فكره جديده على الملوي كيفاش نديرو ليه، والنكهات اللي ممكن لينا ندخلو عليه كيعطي واحد يكسر ديك الروتين ديال البسمل. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. الكلاب هاد البسملة تاع البنات كما يتحقوا هكذا صافي، ونستعمل بهاد الطريقه حتى نكمل البسمل ديالي. نتمنى كيفاش كيجي من الفوق كيجي رائع، ونرجع لكم البنات. البنات بعد ما البسملات ديالي هما وجدو، كنتمنى انه ينالو الاعجاب ديالكم. يمكن لكم تقدموهم كويس ديال اتاي الغريبين. ايوا صحتكم وراحتكم. ها هو البسمل ديالنا، شوفوا كيفاش كيجي، شوفوا من الداخل كيجي مورق رائع، الشكل ديالو كيجي رائع. هانتوما البنات، ها هو البسمل ديالنا مع كويس ديال اتاي. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وتجربوا. ومهم كل مره ان شاء الله غندير لكم مسمن بنكهات، عرفتي راه كيجي واعر 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 بزاف. غير جربوه ما تندموش، وما تنساوش البنات تفعيل الجرس والضغط على زر الاشتراك باش يوصلكم اي جديد ان شاء الله من عندي. وتسنى مني كل نهار ان شاء الله عندي الجديد باذن الله، لا بالنسبه للطبخ ولا بالنسبه للصناعه التقليديه، يعني جميع انواع الخياطه ان شاء الله. غير صبروا عليا دابا، انا والله بديت في القناه ديالي، كل مره ان شاء الله نوري لكم حاجه جديده، وكنظن انكم غادي تستافدوا 100%. وخليت لكم راحه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.